إن قيل حواء، إن قيل حواء، قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم، قلت فاطم أفضل. أفهل لمريم والد كمحمد صلى الله عليه وآله، أو هل لمريم مثل فاطم أشبل؟ كل لها، كل لها عند الولادة حالة فيها عقول بني البصائر تذهل. نحن نقرأ مصيبة وفاة سيدة مريم العذراء لتعظيم مصيبة الزهراء سلام الله عليها. كل لها، كل لها عند الولادة حالة فيها عقول بني البصائر تذهل. هذه لنخلتها التجت فتساقطت رطبا جنيا، فهي منه تأكل. ولدت بعيسى، ولدت بعيسى، وهي غير مروعة، أنا وحارسها السري الأبثل. وإلى الجدار، وإلى الجدار، وصفحة الباب التجت بنت النبي فأسقطت ما تحمل. سقطت فأسقطت الجنين وحولها من كل ذي حسب اللئيم جحفل. هذا يعنفها وهذا يردها، ويردها هذا وهذا يركل. وأمامها، وأمامها أسد الأسود يقوده بالحبل قنفذ، هل كهذا معضل؟ وصلت المسجد والدمع يجري من العين، لزمت الباب وصدت تدور أبو حسين. صاحت تعرفوني أنا مهجة المختار، عملة ثمود اليوم أنزلها بأهل ديار، خسف زلازل لو تخلوا لي الكرار، كسرت وضلوعي وروعت الصبطة
ومدت على الهام اليمين ورجت الكون ونة شعبت كل قلب ونة المحزون ورفرف عذاب الله وغدوا كلهم يموجون ما حد بقى غير الوصي وسلمان واثنين وحيدر يقل روح للزهرة يا سلمان وقلها يا بنت المصطفى وخيرة النسوان تدرين أبو إبراهيم رحمة من الرحمن لازم يا زهرة على الغضب كل تصبري قال اصبري وردت عليه بدمع منثور لولا الصبر خليت كل هالعالم يمر صقط جنين من الحشا والضلع مكسور صوت يا سلمان العبد والرمل متن أيوة زهرة ولكن الأمر لله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون آمنا بالله صدق مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أبي القاسم محمد الآيتين الكريمتين من سورة المرسلات الآيتين 41 و 42 هذه الآية صنفها العلماء أنها من الآيات التربوية مع أن القرآن كله قرآن ماذا؟ قرآن تربوي إلا أن بعض الآيات تميزت على غيرها في هذا الجانب جانب التربوي فقالت الآية إن المتقين في ظلال وعيون ذكرت كلمة التقوى في القرآن الكريم في أكثر من 300 مرة في القرآن الكريم كلمة التقوى وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أهميتها يدل على أهميتها في قبول الأعمال وقبول العبادات فالإنسان المقبل على عبادته سواء كان حج أو صلاة أو صوم أو مساعدة الفقراء والمحتاجين وإلى غير ذلك من العبادات والأعمال الصالحة إذا كانت الأعمال مقرونة بالتقوى كان العمل مقبول وعمل راقي بالنسبة لله سبحانه وتعالى ولكي نفهم معنى التقوى أكثر أطرح هذا المثال المزارع الفلاح لما يريد أن يحرث الأرض يريد أن يزرع أولاً عليه أن يحرث الأرض ثانياً يخرج المواد الضارة بالزرع ثالثاً يأتي بالأسمدة الصالحة للزراعة ثم يستخدم البذور الصالحة للفاسدة بعد ذلك يحتاج إلى الماء العذب الصالح للزراعة كل هذه المقدمات من أجل ماذا؟ من أجل أن تنمو الشجرة ويقتطف منها الثمار كذلك بالنسبة
للأعمال والعبادات أيها الأحبة. فنرجع إلى الآية الكريمة: إن المتقين في ظلال وعيون. السيد نعمة الله الجزائري في كتابه نور البرهان في الجزء الأول يذكر لنا تعريف إلى التقوى من خلال حديث للإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. يقول الإمام تعريف التقوى، يقول: التقوى ألا يراك الله حيث نهاك، وألا يفقدك حيث أمرك. أمل وياي. ألا يراك الله حيث نهاك. الله نهاك أخي المؤمن عن ماذا؟ نهاك عن المعاصي، عن الذنوب، نهاك عن الغيبة، النميمة، البهتان، الفتن. الله نهاك عن إيذاء الجار، عن إيذاء الناس. ألا يراك الله حيث نهاك، بعد وألا يفقدك حيث أمرك. الله أمرك فويش؟ الله أمرك بالإتيان بالصلوات في أوقاتها، في أوقاتها. لا تقل للعمل، لا تقل للصلاة عندي عمل، قل للعمل عندي صلاة. الاهتمام بالإتيان بالصلوات في أوقاتها، سيما صلاة الفجر، لا يغلبك الشيطان بالنعاس ولذة النوم. الاهتمام بمواقيت الصلوات، هذا الله أمرك بهذا الشيء. الله أمرك الإتيان بصيام شهر رمضان، الإتيان بحج بيت الله الحرام. الله عز وجل أمرك بصلة الأرحام، بالأخلاق الطيبة، الأخلاق الفاضلة، بالتواضع مع الناس. الله أمرك بالإتيان بصلوات الجماعة، بالحضور في هذه الأماكن المقدسة المباركة. فقال: التقوى ألا يراك الله حيث نهاك، وألا يفقدك حيث أمرك. ولذا يقول العلماء، علماء الأخلاق، يقولون أن ملكة التقوى ليست من الأمور الصعبة. ملكة التقوى لا حد يتصور أن هذا شيء صعب، لا، ليست من الأمور الصعبة. ملكة التقوى أنك تبتعد عن المعاصي والذنوب وتأتي بالواجبات والفرائض، هذا هو عين التقوى. بعد هذه المقدمة نأتي إلى الآية الكريمة: إن المتقين في ظلال وعيون. المتأمل في الآية الكريمة في الوهلة الأولى ينصرف ذهنه على أن الجنة في جلسة استرخاء وأكل وشرب وأنهار، هكذا. إن المتقين في ظلال وعيون. العلماء لما أن جاءوا لتفسير هذه الآية ومعنى الظلال في الآية الكريمة، إن المتقين في ظلال، ظلال انقسموا إلى رأيين معنى الظلال. الرأي الأول: الظلال المراد به هو الفيء، ونراه أيضا في الدنيا، ولذلك العامل الذي يعمل في وقت الظهيرة، في وقت شديد الحرارة والرطوبة، هذا العامل يستشعر قيمة الظلال. لما أن يريد يأخذ قسط من الراحة يذهب إلى الظلال، تأتيه نسمات من الهواء، زين. فإذا كان يستشعر قيمة الظلال في الدنيا
إذن فكيف بظلال الآخرة؟ كيف بظلال الآخرة؟ سيما أن الباري عز وجل يشير في نفس هذه السورة سورة المرسلات في الآية 32 إنها ترمي بشرر كالقصر، ترمي بشرر كالقصر نار جهنم. ويقول العلامة المجلسي، يذكر العلامة المجلسي في كتابه بحار الأنوار في الجزء 27 رواية عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو نزلت قطرة من نار جهنم على جبال الدنيا لأذابتها، لأذابتها قطرة قطرة من نار جهنم تنزل على جبال الدنيا لأذابتها. ولذلك الإنسان يعرف قيمة الظلال في الآخرة بظلال الدنيا، يعني عن طريق ظلال الدنيا. ولذلك أيها الأحبة، علماء الفلك يقولون أن حرارة الشمس في كبدها، في عمق الشمس شقد الحرارة الآن؟ إذا تصير الحرارة 50-55 الناس تضج، هذا كيف لو تصير 100؟ كيف لو تصير 1000؟ وش حال الناس؟ يقول علماء الفلك أن حرارة الشمس في كبدها 27 مليون درجة. طيب، وبالنسبة لهذه الحرارة ما هي إلا شيء يسير بالنسبة لحرارة الشمس، ما هي إلا شيء يسير بالنسبة لنار الآخرة. ولذلك الإنسان يستشعر قيمة الظلال في الآخرة. ولذا أمير المؤمنين يصور لنا هذا المشهد، وهذا يذكر في كتاب نهج البلاغة، الخطبة تسمى خطبة الغراء. يقول قد ضلت الحيل في الآخرة، قد ضلت الحيل وانقطع الأمل وخشعت الأصوات وهوت الأفئدة كاظمة، وخشعت الأصوات مهيمنة وألجم العرق، يعني الإنسان تصبب عرقا. لكن هذا أكو اطمئنان في الآية الكريمة لك أخي المؤمن، فيأتي النداء إن المتقين في ظلال وعيون، يعني في راحة بعيد عن الخوف بعيد عن الوجل. المؤمن في راحة بالنسبة إلى الآخرة. هذا الرأي الأول الذي ذهب إليه العلماء، الرأي الأول الظلال. ماذا الظلال؟ المادي، يعني الفيء. أما الرأي الثاني، الرأي الثاني يقول العلماء المراد من الظلال إن المتقين في ظلال. الظلال المراد به ليس الظلال المادي، إنما الظلال المعنوي. تأمل وياي، الظلال شنو؟ المعنوي وليس الظلال المادي. ولذلك نحن نستخدم هذا في تعبيراتنا الدارجة، لما أن نسأل عن فلان يأتي الجواب فلان تحت ظل فلان. تحت ظل فلان، فلان يعني شنو؟ يعني في كنفه، في رعايته، يحوطه بكرمه. ولذلك حتى في الأدعية الكريمة نقول اللهم أظلني يوم لا ظل إلا ظلك. شوف الظلال، يعني الظلال ماذا؟ الظلال المعنوي وليس الظلال المادي. من كان في كنف الله، من كان تحت رعاية الله وتحت رحمة الله، هذا هو الإنسان الفائز. فالظلال المراد به الظلال المعنوي وليس الظلال
المادي. عندنا أمثلة لتقريب هذا المعنى. الإسكندر ذو القرنين هزته حادثة. الإسكندر ذو القرنين كان خارجا مع جيشه الجرار، وفي أثناء سيره وصل إلى مقبرة فنظر إلى رجل يقلب العظام، يقلب العظام. وقف الإسكندر سلم عليه، قال: ماذا تصنع هنا؟ قال: لقد أوكلت لي مهمة. شنو المهمة؟ قال: أن أميز بين هذه العظام، أميز بين الحاكم والمحكوم، بين الأبيض والأسود، بين الحر والعبد. يقول: فلم أتمكن أن أميز بينها. يقولون هذا الموقف هز الإسكندر ذو القرنين، حتى قال الإسكندر للرجل: لقد أبلغت وأوعظت، لقد أبلغت وأوعظت. فهل هذا الظلال الموجود عند الإسكندر ذو القرنين الذي ملك أرجاء المعمورة، الذي كان يعتبر ذلك في مفهومه ظلال، هل استمر به هذا الظلال؟ لا. مثال آخر، حادثة أخرى يذكرها ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة في الجزء 18، يقول: أن رجل من همدان أراد التوجه إلى الشام لزيارة حاكم الشام ذي الكلاعة، بالعين ذي الكلاعة. فالناس عطوا بعض الهدايا، الأموال كذا، الأمانات، حتى يوديها إلى ذي الكلاع. فذهب إلى الشام. لما أنا وصل إلى الشام يقول: انتظرت حولا كاملا حتى أدخل عليه. تصور يعني سنة كاملة حتى يدخل على هذا الملك ذي الكلاع. يقول الرجل الهمداني، يقول: فبينما نحن كذلك ننتظر عند القصر، وإذا بذي الكلاع خرج من فبهة له، مثل ما نقول احنا دريشة فتحة كبيرة، طلع. هذه في أيام الجاهلية طبعا. ها، وإذا بالناس لما رأوه خروا سجدا له. طيب، يقول الرجل الهمداني: وبعد سنة ثانية رأيته، أي ذي الكلاع، في حمص في السوق، وقد اشترى لحما بدرهم، واشترى رغيفا بدرهم، وأردفهما خلف دابته. يقول: أنا تعجبت، قلت: هذا ذي الكلاع، لو واحد الشبيهة يعني. يقول: رحت إليه، قلت إليه: أنت ذي الكلاع؟ قال: نعم. وما العجب؟ قال: كيف ما العجب بعد؟ أنت ملوك، ملاك أرجاء المعمورة والشام. في تعبير الشام إخواني، إذا تسمعون كلمة الشام في الكتب التاريخية يعني سوريا ولبنان وتركيا والأردن، هذه كلها الشام. التفت؟ بعد ذلك قسمت، أصبحت دويلات. قال له: لقد ملكت أرجاء المعمورة وأنت الآن بهذه الحالة، صف لي الدنيا من بعد هالإطراقات يمين وشمال، أطنى شنو الزبدة في هالدنيا هذه. فقال ذي الكلاع، هذا يذكر ابن أبي الحديد في شرح لنهج البلاغة في الجزء 18، فقال ذي الكلاع: أف لدنيا، إذا كانت كذا فأنا في كل يوم في أذى. إذا الدنيا كذي والله ما تسوى، ما تسوى. واحد يعيش أعلى من درجات الناس، مستويات الناس، وبعد ذلك يصير فقير معدم.
ولذلك لمن نعم الله عز وجل الأخ المؤمن الإنسان يعيش إنسان بسيط، إنسان بسيط يعيش يكد على عياله، يصرف على عياله وكذا، عنده فلوس يقدر يسافر سافر، ما عندك فلوس يقعد في البيت خلاص، كان الله غفورا رحيما. فهاي أمثلة لنا إن المتقين في ظلال وعيون، يعني المؤمنين في ظلال الله، وظلال الله غير منقطع، مو مثل ظلال الدنيا. الإنسان يملك من أموال، يملك من عقارات، يملك ما شاء الله، لكن هل هذا الظلال متواصل؟ لا، هذا منقطع، ينقطع خلاص، يتوقف العمر، ينزل الأجل خلاص، هذا بعد ما تقدر، ما يقدر الإنسان يوديها وياه إلى القبر، لا خلاص تنتقل إلى أناس آخرين، إلى الورثة خلاص. الإنسان يتقدم بعمله أمام الباري عز وجل، لكن ظلال الله عز وجل وهو الظلال المعنوي وهو المراد به في الآية الكريمة، هو المطلوب أن يكون الإنسان ماذا؟ في ظلال الله عز وجل. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. ولذلك الإنسان في الجنة كما ورد العلامة المجلسي في كتاب بحار الأنوار عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي سورة الواقعة: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة. شنو يعني لا مقطوعة ولا ممنوعة؟ شلون يعني؟ في الروايات تقول لما أن الإنسان في الجنة يقتطف فاكهة تطلع فاكهة في نفس الوقت، إما من جنسها أو من غيرها، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ولذلك عندنا مثال أيها الأحبة، ونحن في إحياء ذكرى وفاة السيدة مريم العذراء، مريم المقدسة، هذه التي هي مثال للتقوى، كيف حملت عامل التقوى في عبادتها لله سبحانه وتعالى. لما إجى زكريا، زكريا زوج خالتها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: أنى لك هذا؟ قالت: ومن عند الله. تنزل الفاكهة من السماء إلى السيدة مريم المقدسة وتأكل ما لذ وطام من الفواكه، هذا بسبب ماذا؟ بسبب عنصر التقوى، عامل التقوى. إن المتقين في ظلال وعيون. ومريم المقدسة إذا كان أكلها وهي في الدنيا كان أكلها من السماء، فكيف في الآخرة؟ فكيف في الآخرة؟ ولذلك مريم المقدسة، نحن البحارنا مهتمون ولله الحمد بهذه المناسبة، مناسبة وفاة السيدة مريم العذراء. زين، وهذا لما أن تسألون أجدادنا الأوائل يقولون أن في البحرين كان الحمد لله شيعة وسنة، ما أكو فرق طبعا، شيعة وسنة كلنا أخوة، وبالإضافة حتى المسيح أخوة، وكانوا يحضرون عندنا في المآتم. وبالمناسبة أنا أذكر قبل كورونا قرأت مجلس في إحدى المآتم وحضروا عندي بعض شخصيات مسيحيين يحضرون، زين، وعندهم صحبة مع إدارة المأتم، ذولا في السنة يحضرون وفاة السيدة مريم المقدسة، مريم العذراء. مريم المقدسة هذه التي وصلت بمقام رفيع عند الله سبحانه وتعالى، حملت بعيسى بعامل إعجازي، وذلك لما أن جاء جبرائيل، لما أن قالت مريم: أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا،
قال إني رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وأخذ قبضة من التراب ونفقها في جيبها. والباري عز وجل يقول لشيء كون فيكون. ولذلك هنا الامتحان الصعب عند مريم العذراء، وذلك لما أن حملت بعيسى اتهمت أنها ارتكبت الفاحشة، لأنهم أي الناس لم يسمعوا أن مريم تزوجت، وذولا ما يعرفون هذا عنصر إعجازي ما أدري إيش، لا ما عندهم هاي العقيدة. ولذلك زاد الابتلاء على مريم العذراء متى؟ لما أن ولدت بعيسى وجاءت به بعد 3 أيام من ولادتها، فتعجبوا من جرأتها. ليش تعجبوا من جرأتها؟ لأنها متهمة والعياذ بالله بارتكابها الفاحشة، فيقولون شلون هاي يعني هذه جريئة يعني وتأتي بوليدها. أخذوا يكلمونها وهي ساكتة فأشارت إليه، ففهموا مقصدها أنها تريد منهم أن يكلموه، فتعجبوا من جرأتها. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ السؤال موجه لمن إخواني؟ بعضكم أساتذة في اللغة العربية. السؤال موجه لمن؟ موجه لمريم وليس موجه لعيسى حتى يجيب. لكن يقول العلماء لإثبات المعجز الإلهي، وإلا السؤال موجه لمريم. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. وتكلم طفل رضيع في قماط ابن 3 أيام. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أصبح نبيا ابن 3 أيام. ولذلك لما أن ندرس شخصية الأئمة، شخصية الإمام الحج المنتظر اللهم عجل فرجه، نقول إذا كان المسيح أصبح نبيا ابن 3 أيام، فلما نستبعد إمامة صحة إمامة الإمام الحج الذي أصبح إماما ابن 5 سنين؟ ونحن عندنا في روايات أهل البيت أن المسيح من ضمن أنصار الإمام الحجة. تصور التعبير هذا، يعني القائد هو الإمام الحجة، صلي بأنصاري في مكة المكرمة وخلفه المسيح عيسى ابن مريم. إش قد عدد أنصار الإمام؟ 313. واحد من عدهم المسيح عيسى ابن مريم. فإذا كان هو من ضمن أنصار الإمام الحجة، إذن فكيف بدرجة الإمام سلام الله عليه؟ على كل، وتكونت علاقة قوية بين عيسى وبين أمه، ولذلك قويت هذه العلاقة إلى أن اعتلت بمرض وأصبحت طريحة الفراش. وعندها المسيح عيسى ابن مريم وهو يبكي لفراقها، يبكي لفراقها. لما أن اشتدت بها العلة وخرجت روحها من بدنها، أخذ يبكي وينادي وأمه. نحن لما أن نقرأ مصيبة مريم المقدسة من أجل تعظيم مصيبة الزهراء سلام الله عليها، رحم الله شعراء الحسين الماضين وأطال في عمر الباقين، أحد الشعراء يقول: مريم بنت عمران ماتت يا مسلمين، وعيسى عليها ينوح ومن تهمل العين، ماتت ولا الأضلاع منها كثروها، ولا من بكاها على أبوها مانعوها، مثل الزكية الطاهرة أم حسن وحسين. بعد لكن يا شيعة شيعوها بعز الانهار. إجوا ذول المسيح أتباع عيسى المسيح
رجالا ونساء وشاركوا في تشيع مريم العذراء، لكن يا شيعة شيعوها بعز الانهار وبالصدر منها ما سمعنا نبت مسمار، واضلاعها ما كسروها بين الجدار، وما هجموا عليها ولطموها على العين، ولكن القوم جاءوا بالحطب والنار عند باب بيت الزهراء، أرادوا أن يضرموا الباب نارا. يقول العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه مأساة الزهراء في الجزء الثاني، يقول: فجاء القوم عند باب بيت الزهراء، ولما أن سمعوا بكاءها انصرف معظم الناس إلا فلان وجماعته، إلا فلان وجماعته. يقول الديلمي في كتابه محيط المحيط، يقول والرواية عن الزهراء سلام الله عليها تقول: ثم أنهم جاءوا، أي القوم، ثم أنهم جاءوا ليحرقوا الدار ويحرقونا، يعني النية مبيتة عندهم، يعني مو فقط يريدون أن يحرقوا الدار، لا، أن يحرقوا الدار ومن في الدار. ثم أنهم جاءوا ليحرقوا الدار شنو؟ ويحرقونا. ويقول الشهر الثاني في كتابه الملل والنحل: ثم تقدم الرجل وضرب بطن فاطمة. ولما أن هجموا على الدار، الزهراء امرأة جالسة في دارها لم يكن على رأسها قناع ولا حجاب، لما أن شافت الناس الجماعة طبوا داخل الدار، وإذا بالزهراء نظرت إلى أقرب ساتر لها، فلم تجد إلا بين الباب والجدار، يعني اعتبرت الباب والجدار حجاب لها، قناع لها، ستر لها. رحم الله هذه الدموع، رحم الله هذه العبرات. وإذا بالرجل لما أن رأى الزهراء متسترة بين الباب والجدار توجه إليها وضع رجله على الحائط واستند بالباب وعصر الزهراء عصر. أيوة الزهراء وسيدتها، فنبت المسمار في صدرها، انكسر ضلعان من ضلوعها حتى أصبح الضغط على الجنين، فأخذ الجنين يتعفر في أحشائها. لم تتمالك الزهرة من الآلم، وقعت على الأرض مغمى عليها. لما أن أفاقت نادت: يا فضة إليك فخذيني، وإلى صدرك فسنديني، فقد أسقطوا ما في أحشائي من الحمل. أسألكم بالله، ليش الزهراء ما نادت يا علي؟ أمهاتنا في أوقات الولادة والشدائد والمصاب ينادون يا علي، لكن نشوف الزهراء ما نادت يا علي، نادت يا فضة، لأنها تعلم أن الوصية قيدته. لكن رحمك الله يوم العطية، يقول: لكن الزهراء قدمت عتاب لأمير المؤمنين: لو تلحظ بعينك ثبير تزلزل وذاب، وقبال عينك يعصروا ونبصاير الباب، متعجب العالم من فعالك يا كرا،
بالدار جالس والعدو يهجم على الدار ومدامعك تجري وبيدك سيف الفقاع ولا التخي فضة وجنين خرب العتاب وولا وتعفرت بالبام من الضلع مكسور وإيدي على ضلعي يا حيدر والدم يفور والجزل يا أبو حسين بالنيران مسعور ناديتهم ردوا ولا ردوا لي جوع وويلا ومصيبة وزهراء. يقول المرحوم الشيخ عبد الزهراء الكعبي صاحب المقتل مقتل الإمام الحسين له مكاشفات عظيمة مع أهل البيت. يقول رأيت في المنام سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وهما يقولان لي يا شيخ لما لا تذكر مصيبة أمنا الزهراء. فقلت لهما أنا دائما أذكر مصيبة أمكم الزهراء. قالا يا شيخ لكن لم تذكر هذا الموقف الذي كان صعب علينا نحن الحسن والحسين. قال وما هو؟ قال يا شيخ لما انهجم الأعداء على أمنا فاطمة وعصروها بين الباب والجدار فأسقطت المحسن وأخذوا أبونا أمير المؤمنين مقيدا بحمائل سيفه نحن بقينا متحيرين ماذا نصنع ماذا نفعل أطفال صغار ماذا نفعل هل نبقى مع أمنا فاطمة أم نخرج مع أبينا أمير المؤمنين. هذا موقف آخر لما رجع أمير المؤمنين من دفن الزهراء بمجرد أن فتح الباب وإذا بفخر المخدرات زينب واقف عند الباب قالت أبتا يا علي الدار خالية منك ومن أمنا فاطمة. ثم نظر إلى ولده الإمام الحسن يبكي بكاء شديدا خاف عليه من الموت. قال بني حسن لم تبكي؟ قال أبا لا تلمني لأنني رأيت موقف لو رأيته أنت لبكيت أكثر مني. شنو شفت؟ قال اعلم يا أبا لما أن خرجت أمي الزهراء من الدار قاصدة إليك إلى المسجد وهمت أن تدعو على القوم همت أن ترفع خمارها وأن تدعو على القوم وارتفعت جدران المسجد أنت أرسلت إليها سلمان المحمدي أن ترجع إلى الدار. يقول أبا يا علي كنت أنا معها لما أن رجعنا قبل أن نصل إلى الدار جاءها قنفذ وفلان 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 اجتمعوا على أمي الزهراء فأخذوا يضربونها ويرفسونها بأرجلهم حتى وقعت على الأرض. ثم التفتت الحوراء زينب نادت يا علي أبا يا علي شوف الباب وشوف المسمار لا زالت دماء أمي فاطمة عالق على ذلك المسمار. أنا ما أقدر أشوف المسمار ولا أقدر أشوف دماء أمي فاطمة عالق على ذلك المسمار. أبا يا قالع باب خيبر يا علي شيل هاي الباب أنا ما أقدر أتحمل أشوفه. دخيلك يا عديل الروح شيل الباب عن هالدار قلبي شلون يتحمل أشوفه وانظر المسمار اللي كسر ضلع أمي وشفت الكسر يا كرار والباب بالصدمة سقطها وطرح لجنين بويا شوف المسمار بعد مخضب بدمها
وانظرت بعيوني صوت العبد ألمها وين الصبر وتصور أخويا يعتفر يمها علي لماتت الزهراء وترجع لبعد من وين بعد بيت الدعاء وأسألكم الدعاء والذي يزيد من مصيبة ومظلومية الزهراء لما أن تذهبوا إلى المدينة وتقفوا عند مقبرة البقيع تنظرون يمينا وشمالا أين قبر الزهراء وصية عندي يا مؤمن وصية عندي يا مؤمن إذا رحت البقيع تزور سايل وين قبر اللي ماتت والضلع صيحوا في القلب حسرة ومنك تهمل العبرة قبرك وين